السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي قناتي سعيدة بلقياكم من جديد. نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم إن شاء الله قررت أنني ندير معكم الحمد ديال الراس والكرعين ديال الغنمي بالحمص. وصفة كتجي هائلة ومعلكة، طريقة زوينة وسهلة، نتمنى تطبقوها. بالنسبة للوصفة اللي غنقدم لكم اليوم راه سهلة وخاصة بالنسبة للمبتدئات، غير تبعوني حتى الاخير. ونتمنى كل واحد فيكم يشاركني بالطريقه ديالو على حسب المدينه ديالو في لي كومونتير باش تعم الفائده. شكرا. ورحمه الله. نمروا للمقادير. عندنا هنايا الحمص، فزقناه ليله قبل باش يرطب لنا شي شويه، واحد الربطه فيها شويه القزبر ومعدنوس، ثومه كنخليها صحيحه حيت اصلا غادي تذوب، بصيله صغيره مشلضه، نص كاس ديال زيت الزيتون والعطريه. راه كل واحد شنو كيدير، هادي ديجا قلتها لكم في الاول، انا عاود نقولها لكم عاوتاني، كل واحد كل منطقه وشنو كدير في الطياب ديالها. العطريه هنا عندنا شويه الملحه، شويه القزبر يابس، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الكمون البلدي، ابزار، شويه د مطيشه الحك، عويد ديال القرفه صغير، وهنا بلاصه الخرقوم غادي ندير ضامه ديال الزعفران شعره. وخلاص اللحم ديال الراس ديال الغنمي والكرعين حتى هما ديال الغنمي ديجا مشوطين ومغسولين مزيان محكوكين. صافي انا درت هنا كميه صغيره على حسب عدد افراد العائله، تقدروا تزيدوا الكميه او تضوبلوها او كل واحد على حسب الاختيار ديالو. نمر الطريقه ديال طياب، غنديرو هاد الطياب ديالنا ديال لحم الراس والكريعات، خلطتهم، نديرو الربيطة ديال القزبر ومعدنوس، ثومة، ديك البصيلة مشلضة، الزويته ديالنا، انا درت غير شويه ديال زيت الزيتون حيت ما تنساوش داك المخ اللي كيكون في العظم وفي الراس كتكون فيه شويه ديال لاغريس، كيطلق لنا شويه ديال الليدان في المريقه، ما نكثروش الزيت. عويد القرفه، غنزيدو داك العطريه نهريسكم ديك المعلقه ديال مطيشة الحك، مليحه، قزبر يابس، كنجبير، كمون البلدي والبزار، ونضيفو داك الحمص اللي عندنا. شوفوني كثرت الحمص حيت انا عندي ولادي ما كيبغيوليش اللحم الراس والكرعين، يلا كياكلوا لي غير الحمص بالمعلقه، فكثرت لهم شويه الحمص وصافي. اما نتوما داك الضامه ديال الزعفران شعره من الفوق تقدروا تعوضوه نتوما بالخرقوم، ولا بتعذر عليا ما عنديش، والمعلقه ديال مطيشه الحك تقدروا تعوضوها بفلفله حمراء اولا تحميره. دابا غادي نمرقوا، غنديروا المرقه ديالنا، غادي نحاولوا نغطيو بها اللحم، وغادي درت المريقه ديالي ودرت الماء اللي غطى لي كما قلت لكم الحمص وداك اللحمه ديال الراس، وكل واحد كيعرف القياس ديال الكوكوت ديالو، يعني كتشدي له الماء الكافي باش ما تعاود تبقاوش تزيدوه وتحلوه. صافي دابا غنسد عليها الكوكوت وغادي نجهد العافيه على ما تبدا تصفر، وغادي نقص نعطيوها ساعه المكانه صافي.